هيئة الدفاع التي تشكلت من 28 التي منعت من الدخول إلى القاعة هي دعت إلى مؤتمر من قبل ودعت جميع الزملاء للانضمام إلى هيئة الدفاع والتنسيق فيما بيننا، ثم فيما بعد ذلك سيتم التنسيق لتحديد من سيترافع أمام المحكمة. في أمانة عامة دلوقتي بتتصل بجميع الجبهات الموجودة للدفاع للتنسيق فيما بينهم، تم تشكيل هيئة عامة، الهيئة العامة دي هتكون مجزأة لجزء بيجمع الأدلة وجزء آخر لمناقشة الشهود وجزء للمرافعة. قصر عدد المجني عليهم، المجني عليهم في القضية 800 فرد، تخيل لو إن 800 فرد يعني ترافع عنهم 200 محامي وكل محامي تكلم 3 دقايق، إذا نحن في حاجة إلى 600 دقيقة، فمش إحنا اللي وضعنا القضية فيها 800 مجني عليه، فهو الأمر الواقع هو اللي بيؤدي لنا إلى حدوث بعض الاحتكاكات أو حدوث بعض شيء من عدم التنظيم. إن شاء الله سيكون الجميع في صوت واحد وفي منظومة مرتبة تفاديا لما ظهر في الجلسة الفائتة. قبل ما ننتقد شكل المحامين في الجلسة اللي فاتت لازم نشوف الظروف اللي دخلوا فيها كان شكلها ايه، لازم نشوف بعدهم عن المنصة كان قد ايه، لازم نشوف عددهم كان قد ايه، لازم نشوف عدد المجني عليهم كان قد ايه، لازم نشوف هل مكنتهم المحكمة اصلا من ابداء دفوعهم ولا لا. كل دي امور لازم تطرح الاول، فالمعطيات اللي كانت مطروحة ما كانتش ترقى الى مرتبة انه يؤدي اداء كويس، هو ده اللي انا عايز اوصله للناس، واعتقد من الفترة الجاية ان شاء الله هتشهد تحسن احسن. للاسف فوجئنا يعني بوجود هيئة دفاع لا ندري عنها شيء، رغم ان احنا بقالنا اسبوعين بنعمل على توحيد هيئات الدفاع وحذرنا وقلنا مش عايزين انشقاق بين هيئات الدفاع، لكن يبدو ان هناك البعض مصمم على اقصاء البعض الاخر. وانا بقول ان المحامين الموكلين في هذه القضيه يستحيل اقصائهم. تم تكوين امانه عامه لهذه الهيئه تقوم بالتنسيق بين الهيئه وتقسيم الادوار، لان هذه القضيه اتصور انها تهم الجميع سواء داخل مصر او خارج مصر. الحقيقه في امانه عامه، الامانه العامه دي بتجتمع النهارده لتحديد شيء واحد وهم جدا، وهو تصريح الدخول اللي حرم منها زمايلنا المحامين اللي تقدموا باوراقهم للسيد رئيس محكمه الاستئناف. انا بعتقد اننا في الاتجاه الصحيح، نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا في المهمه دي للحفاظ على حقوق المصابين والشهداء.